بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر ربيع الثاني بعام 42 و400 ألف، أسجل هذه الكلمة لإخواننا وأحبتنا في الله جل وعلا في مسجد للنورين. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وصلاح الظاهر والباطن والوفاة على الإسلام والسنة، إن ربي جل وعلا سميع الدعاء. أيها الآباء، أيها الأحبة، يقول ربنا تبارك اسمه وتقدست أسماؤه وتباركت كلماته في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم. وهذا خبر من الله جل وعلا وإعلام منه للناس جميعا أن يستعدوا للقائه. أخبر سبحانه باقتراب الحساب، اقترب للناس حسابهم. ما المطلوب إذن؟ لماذا ربنا أخبرتنا بهذا الخبر وأعلمتنا بهذا العلم؟ كل ذلك أن يستعد الإنسان، أن يستعد الناس ليوم الحساب. يستعد المرء ليوم الحساب، اليوم الذي قال ربنا جل وعلا فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي قال رب العزة والجلال فيه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم عظيم ويوم عصيب يعرض فيه الخلق أجمعين أكتعين على رب العزة والجلال، لا تخفى منهم أو لا تخفى عليه منهم خافية، كما قال رب العزة والجلال: يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يخفى على الله شيء. سماه الله جل وعلا يوم التلاق، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنه يوم قال جل وعلا فيه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فرب العزة والجلال يقول: اقترب هذا اليوم للناس، اقترب للناس حسابهم. وقال في آية أخرى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال تبارك اسمه: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، اقترب يوم الحساب،
اقترب يوم الجزاء، اقترب يوم العرض على الله جل وعلا، اقترب الناس، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولكن للأسف الشديد، مع هذا الخبر الرباني ومع هذا العلم الذي أطلعنا الله عز وجل عليه، اقترب للناس حسابهم، لكن الناس في غفلة، الناس في إعراض، الناس في بعد، الناس في تكالب على الدنيا، الناس كما قال جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرون يوم الحساب يوما بعيدا ليس قريبا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من موعظة وذكر وعلم إلا استمعوه، لكنه استماع ليس بسماع انتفاع، ليس استماع انتفاع، وإنما هو سماع بالآذان المجردة فقط، وليس بسماع أذن القلب. ولذلك يقول الكفار يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مع أنهم سمعوا، لكنهم سمعوا ولم ينتفعوا. فالذي يسمع ولا ينتفع كأنه ما سمع بالأصل، كأنه لم يسمع ذلك بالأصل. فلنتق الله جل وعلا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. قف مع هذه اللفظة العظيمة، نقف جميعا مع هذا الحديث: عش ما شئت فإنك ميت. أي لو وكل إليك أن تختار عمرك بنفسك فاخترت ما شئت من السنين وعددتها حتى ينقطع بك العدد، لابد من الموت، فإنك ميت. فكيف ونحن نعيش ليس بمشيئتنا وإنما بتقدير الذي بيده الموت والحياة، ولا ندري متى نموت. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أحبب من شئت، تحب المال ستفارق المال، تحب الزوجة ستفارقها، تحب الأبناء ستفارقهم، تحب دارك وقصرك ستفارقها، ستفارق دارك، تفارق دنياك. أحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أسأل الله جل وعلا الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرحمنا برحمته، وأن يعاملنا بلطفه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما الفائدة؟ ما الجوائز؟ لكان خيرا لهم، واحد، وأشد تثبيتا، اثنان، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثالث: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الرابع: ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أربع فوائد لمن عمل بالموعظة، لمن عمل بنصائح الناصحين، للذي يعمل بما يسمع،
بالمنتفعين بآيات الله جل وعلا لهم هذه الجوائز الأربع، احرصوا عليها لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا، من عند الله ليس من عند أحد، أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. وجزاكم